أهلا بكم مجددا، معكم نورة سعالي، واليوم في موضوعات السؤال العامة نريد أن نوضح الأمر الأهم والأول من تعليمات SQL، وهو أمر select. وأيضا هذه النجمة التي تجدونها موجودة في الأمر ماذا تعني. فإذا هذا الموضوع الذي أريد التحدث عنه. وقبل البدء والتنويه، أن إذا ذهبتم إلى منشورات هذه القناة ستجدون فيها الكثير من الأسئلة التي يمكن أن تستفيدوا منها وتعلموا منها. فمثلا هنا ماذا تعني كذا في استعلام SQL، فيمكنكم الإجابة، وثم ستجدون توضيح لماذا هذه الإجابة هي الصحيحة. في الأسئلة الأخيرة أنا سألت سؤال حول ماذا يعني الأمر التالي المكتوب select all from shirts where color يساوي red. فالكثير من الأشخاص أخطأ في هذا الموضوع، وأيضا أخطأ في معرفة موضوع النجمة ماذا تعني في الأمر. فاليوم أود توضيح هذا، فيديو كامل حول هذا الموضوع. فإذا بداية، اذهبوا لصندوق الوصف، هنالك رابط لهذه اللوحة الذي هذا الموقع، ف انقروا على هذا الرابط واذهبوا هناك. بداية أنا قمت بإنشاء تيبل، لا يهمنا هذا الموضوع. إذا كنت أنت لا تعرف أو غير مهتم، لا يهمنا هذا الموضوع أبدا، فقط إذا أردت التطبيق معي يمكنك إعادة كتابته كما هو، أو ربما ستجد أيضا الرابط في صندوق الوصف لهذا الكود هنا. ولكن بشكل سريع، أنا قمت بإنشاء جدول اسمه شيرتس بـ SQL، ووضعت له أعمدة، الـ ID هو الـ Primary Key، مرة أخرى لا يهم إذا كنت لا تفهم هذه المواضيع، والـ Color والـ Factory و Anything، يمكن أن تسمي أي عمود أي شيء. وهنا أدخلت فيها بيانات لهذه الأعمدة. فإذا الآن لو أدخلت هذا الأمر، هنا نكتب السكيما SQL في هذا الموقع، وهنا الكويري يعني الاستعلام. الاستعلام يعني جلب البيانات من هذا الجدول. فأصبح لدينا قاعدة بيانات هنا فيها جدول شيرت. فأنا أدخلت هذا الأمر الذي هو select هذه النجمة from shirt، وقمت بالنقر على run. فإذا لنرى، إذا لاحظوا ظهر لي جدول فيه الأشياء التي طبعا أنا أدخلتها به بوقت سابق. لاحظوا يوجد لدينا ID 1 2 3 4، هذا الاي دي اسمه معرف الجدول. وهنا لدينا كلر، فاذا هنا لدينا فاكتوري، عفوا لدينا هذا الشيرت الاول لديه ريد بلو اللونه يعني، وهذه الالوان. الفاكتوري مكان الذي تم تصنيف فيه هذا القميص او هذه الشيرت، وها هو. وهنا يمكن ان تكتب اي شيء. فقاعدة البيانات بشكل عام ماذا تعني؟ تعني ان جدول او مجموعة جداول فيها بيانات تنقسم على أسطر وأعمدة. الأعمدة هي التي تعبر عن خصائص هذه البيانات، أما الأسطر فهي تعبر عن قيود هذه البيانات أو البيانات جديدة. بمعنى آخر، كل هذه البيانات لديها color، كل هذه البيانات لديها factory، مكان تم تصنيعه فيه. لكن هذه هي قيد بيانات معينة، هذه شيرت أخرى، هذه شيرت أخرى، هذه شيرت أخرى. فإذا واضح. فعندما قمت أنا بكتابة هذا الأمر select هذه الإشارة التي ترونها أمامكم، وثم كتبت from shirts، فماذا ترجمت هذا إلى اللغة العربية؟ بكل بساطة select يعني حدد أو اجلب، أو أريد أنا أن تجلب لي هذه المعلومات كجملة طويلة. هذه النجمة تعني كل الأعمدة، كل الخصائص، يعني أنا أريد هذا وهذا 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 بالنسبة للعمود. فإذا أنا أريد أن تجلب لي الـ ID، الكلر، الفاكتوري، الانيثينج. و from shirts، from جدول shirts، لان قاعدة البيانات يمكن ان يكون فيها جدول او اكثر، فانا حددت الجدول الذي اريد الجلب منه هكذا، فجلب لي كل القيود مع كل الاعمدة لهذا الموضوع. طبعا انا لو لم اكتب مثلا هذه النجمة، لم اكتبها، كتبت مثلا color، عفوا كتبت فقط color، انا اكتب اللغة العربية color، ومرة اخرى run، فماذا يعني ذلك؟ يعني فقط اجلب لي عمود الكلر. لو كتبت مثلا هنا اريد ID وكلر، فمرة اخرى run، سيجلب لي فقط ID وكلر لكل القيود، طبعا لكل الاسطر سيجلب لي الID والكلر. لكن لاحظوا ان عمود factory وعمود anything اختفى لانني لم اطلبه بكل بساطة. واذا اردت عمود anything يمكن ان اضيفه هنا و run، فاذا ها هو، لاحظوا. طيب الموضوع الثاني الذي سألته أنا في الأسئلة هو أن التالي هو أنا إذا كتبت select نجمة from shirt، وثم كتبت هنا عبارة where، كتبت where
لا أعرف إذا يمكننا أن أضيف سطر هنا هكذا حتى تروا بشكل أفضل. فإذن where color يساوي red، هذا كان السؤال. فإذن هذا كان السؤال، ماذا يعني هذا الأمر؟ فإذا قمت بالرن الآن فلاحظوا سيجلب لي فقط القيود التي فيها عمود color يساوي red، أو قيمة عمود color يساوي red. لو كتبت هنا green يفترض أن يجلب لي العمود الذي فيه green أو الكلر فيه green. جيد، يمكن أيضا أن أحدد، أنا فقط أريد من هنا الجرين. طبعا لاحظوا الجرين الـ anything لها something، فيمكن أن أقول فقط أريد عمود الـ anything من shirt عندما تكون الكلر يساوي green، فبالتالي أنا أتوقع الآن فقط يظهر لي هذا. فإذا run، فإذا لاحظ ظهر لي هذا anything something three. واضح؟ فإذا هذا هو الموضوع، أنا أحببت أن أوضحه لأن هنالك خطأ كبير بالإجابة على الأسئلة هذا. فموضوع النجمة هذا تعني كل الأعمدة، مرة أخرى ماذا يعني كل الأعمدة؟ نكرر ونعيد حتى تفهم وتوضح الأمور. فإذا run، هذه النجمة تعني كل الأعمدة، يعني الـ ID، الـ color، الـ factory، anything. وموضوع أن ماذا يعني هذا الأمر select كل شيء from shirts where color يساوي red، هذا أو يساوي green أو يساوي black أي شيء، فهذا يعني اجلب لي القمصان كل الأعمدة من جدول القمصان وأيضا كل القيود بالنهاية التي where تعني باللغة العربية التي فيها قيمة عمود الكلر يساوي green. فإذا هذا كله لهذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم شيئا ما، وتذكروا أن حاولوا دائما أن تحولوا هذه الأوامر للغة العربية. يعني إذا سألتم مثلا select كذا، لا تقرأوا هذه لغة الكود غير مفهومة لعقلنا، حولوها للغة العربية. فأنا بنظري هذه الجملة تعني باللغة العربية اجلب لي كل القمصان التي لونها أخضر، كل بساطة. جيد، فإذا أتمنى لكم رحلة تعلم موفقة وممتعة، ونلتقي لاحقا، مع السلامة.